شوف معي محمد، شوف روعت تمريرة منصوري رغم الوضع الصعبة التي كانت فيها وسهولة تسجيل شبان جمال حارس وسجل هدف. التوزيع ورأسية دارفلو تخرج إلى ضربة مرمى، يراوغ دارفلو يبحث عن التسديد، يجد مزيان أمامه، مزيان مزيان يسدد مزيان، ونطش في المكان المناسب. يا لسا عيود ممتازة، هنا الخطورة، هنا الخطورة بالخماسة صعبة لي يا ونطش بالخماسة، يعود مرة أخرى إلى يا سددها كما يجب. هنا نطش هو الذي أنقذ بن موسى، ينفذ المخالفة وضرب الجزاء يقول الحكم ماذا حدث. بيل دربلو ويسجل هدف التعادل اتحاد العاصمة أمام لاتيش. دربلو يصل إلى الهدف رقم 15 ويعيد اتحاد العاصمة في هذه المباراة. هل ارتطمت بالأرض الكرة؟ لا، في يد، نضم في يد، كانت تسير المجريات المباراة، كان قادر أن تضيف، ولكن اتحاد العاصمة من كرتين، من ضربتي جزاء هكذا سدد دربلو وهكذا سجل الهدف رقم 16. الآن ما زال عنده الوقت. التوزيع خطيرة ومنصوري ينقذ الاتحاد من كرة خطيرة جدا، كرة منصوري ترويض والتسديدة، لكن رابعة لا زالت الإمكانية قائمة، ونطيش ينقذ مرماها. ظن هاي الكرة شوف كانت تكون احسن، انا اضربها في الحارس. طبعا الى هنا مشاهدينا الكرام مولودي.